السلام عليكم. دائما كنجيب لكم الجديد. بعض الناس بعد ما حطيت الفيديو ديال لي بلاك هيدرو ماساج كيسولوني على الثمن. دابا جيت لكم للبلاصه فين كيتباع، يعني في الشركه، ودرت لكم الثمن ديالها، نعطيكم الثمن ديالو. هذه بالنسبه لهاد لابلاك، هذه كما كتشوفوها هذه في الدوري، راه فيها الكحل وفيها الكرومي، يعني فيها هذه الذهبيه وفيها الكرومي وفيها الكحل، نوار مات، كاين مات نوار بريون ونوار مات. هذه الامتيازات ديالها انها كتشعل الضوء ديال لي ليد، كيما في السبقيه درت لكم واحد الفيديو، كيما غتشوف واحد البولات تما، هذه كيفاش كتطلق الماء كتشعل البولات الليد، ما كتدي لها ضوء ولا حجرات. هذه كتخدم بالدينامو، يعني بالسيستم تاع الدفع ديال الماء. الثمن ديالها 2200 درهم. وكاين هاد الموديلات هادو اللي ما فيهمش البولات ديال الليد، يعني هذه وهذه الفرق بيناتهم هما دوك البولات ديال الليد. هادو حتى هي فيها دايره، فيها هذا النوار هذا بريو ماشي مات، وفيها هذا الكرومي هذا، هادو بجوجهم كيديروا 2100 درهم. هانتوما غادي تشوفوا اللور ديالها فاش كاينين بعض الموديلات اللي كتلقاهم ماشي نحاس. هذا الميكانيزم ديالها كما كتشوف ميكانيزم نحاس، يعني ميكانيزم كومبلي، البياس كاملين نحاس. كاين واحد الموديلات كيكونوا البلاستيك، وهذاك ما ننصحكش بهم، يعني راه هذاك هو اللي كيخليك يختلفوا في الثمن. ومازال ان شاء الله غندخل سلعه اخرى، احنا دائما مع الجديد، وهذا الشيء هذا كامل غتلقاوه عند هارون صديقي. هارون اسمحوا لي، راه تقطعت لي، جاتني واحد المكالمه وتقطع لي الفيديو. كما قلت لكم هادو 2100 درهم، وهادي 2200 درهم. الفرق ما بين هادي وهادو هما لي بولات، هذوك البولات ديال الليد، يعني راه كان بجوجهم بحال بحال، يعني كما كتشوف هادي راه كتشوف حتى هادي نفس الشكل، كما قلت لكم غير البولات ديال الليد. هذه 2200 درهم، راه فيها حتى هي الالوان، فيها هذا الدوري وفيها لارجونتي وفيها النوار، وهذه راه فيها هاد جوج، فيها هاد النوار هذا، هذا راه نوار بريو ماشي مات، وهذا لارجونتي، يعني كما كنقولوا الكرومي. والثمن انتم غادي تلقاوه عند الشركه ديال هارون سانيتير، اتصلوا بها.